بطبيعة الحال هذه الاتفاقية كانت تضمن على أن يكون تنظيم ولو على نفس الصفة، وأنك تجي الكاروس على كل شيء شنو عندهم. أنا شخصيا كنشتغل على ضرب العالم التجربي شجعهم، ولكن إذا جيت في واحد الكاروس اللي هي بالينوكس ولا كذا ولا فيها شروط ديال النظافة، غادي تجي تمد تشجع أكثر وتشجع أكثر الناس اللي كيدخلوا السوق. وبالتالي نطلب من الأستاذ الأعضاء والأستاذ المستشارين مشكورين أن المرة اللي الاتفاقية وتم الصوت عليها كثير. Thank you.